السلام عليكم، مرحبا متابعي الموتور بو ايما في لايف جديد باغلو اوتو. في هذا اللايف هذا غادي نحاول باش نجاوب على جميع الاسئله ديالكم، ونحاول نجاوب المتعلقه بعالم السيارات، سواء اسئله تقنيه او لا اسئله عندها علاقه بالبيع والشراء او لا يعني اي شيء، المهم عنده علاقه بعالم السيارات. طبعا ما تخجلوش انكم تبارطاجيو وديروا لايك لهذا اللايف باش يوصل اكثر عدد ديال الناس، وطبعا ديروا صابوني وسبسكرايب للناس اللي متابعينا في يوتيوب لاشين ديالنا موتور بو ايما، وتساعدوا باش يوصلوا عند الناس اكثر ممكن. المهم تلقوا طبعا الاسئله ديالكم تمايا باش نحاولوا نجاوبوا عليهم في اسرع. والله عافاك الاسئله اللي كتحطوا، حطوا اسئله يكونوا واضحين، بحال فيهم كمثال السنه، الكيلومتراج شحال، يعني كمثال ما تحطش غير كمثال بغيت فوكس فاغن جولف او لا سكودا او لا شي حاجه بحال هكا، يعني خصك تكون تحط لاني بالضبط واش ايسانس واش مازوت، باش يكون بحال قلتي سهوله بزاف باش نجاوبوا، لان كنلقاو مشكل باش تجاوب حيت شي مرات ماشي بحال اي فيرسيون، ماشي بحال فيرسيون. هذا غير كاشاره طبعا، يعني غير باش يكون السؤال ديالكم مفهوم اكثر، باش طبعا يكون المعلومه اكثر دقه. غنفتحوا طبعا بواحد الموضوع اللي موضوع مهم جدا، اللي هو الموضوع ديال الصالون ديال اوتو اكزيبو اللي طبعا ديال كازابلانكا اللي تلغى، ماشي تلغى انما تاجل واحد يعني واحد الوقت اخر، يعني من بعد عاد غادي يقولنا امتى بالضبط، يعني يا اما غيتاجل حتى لمورا الصيف او لا غادي يكون حتى العام الاخر. للاسف الشديد هذا يعني بحال قلتي كاين عنده واحد التاثير كبير على عالم السيارات ديالنا خصوصا في المغرب هنايا، وهذا الصالون هذا ما تلغاش يعني بوحدو، كاين بزاف ديال لي صالون تاهما في العالم كامل يعني تلغاو تاهما، بحال ديال جنيف ديال نيويورك ديال لوس انجلوس، يعني اللي باقين اصلا بعد من موراه تاهما تلغاو طبعا بسبب ديال الفيروس ديال كورونا، باش ما تكونش العدوى، يعني بحال قلتي غير اجراءات لحمايه ديال الناس، ماشي زعما شي حاجه اللي يعني بحال قلتي خطيره لديك الدرجه. هذا الصالون هذا اللي بدا هو في الاول ديال التسعينات، يعني اللي صالون ماشي يلاه جديد بان في المغرب ولا شي حاجه، يعني كاين الناس اللي يلاه سمعوا به مؤخرا خصوصا بعد ما تلغى، عاد كاين اللي سمع بانه كاين يعني كاين اللي ما فراسوش، ولكن بينما هو صالون كبير وقديم ويعني وبانوا فيه دي مارك، وكان بحال هذا الصالون خصوصا هذا اللي كان هذا العام، هذا كنا كنتسناو زعما تبان فيه كمثال بعض لي مارك اللي قويه بزاف، بحال كمثال سكودا اوكتافيا، كلشي كان تيتسنى يعني سكودا اوكتافيا قدرت تبان فيها قدر لا طبعا ما عرفناش، ولكن بحال قلتي يعني ذاك التاثير، زائد انه كيجي واحد الزوار كبير بزاف تقريبا شي 200 الف ولا اكثر ديال يعني الزوار اللي كيجيو من انحاء ديال المغرب وحتى من برا، يعني اللي كيحركوا الاقتصاد ديال المدينه ديال كازابلانكا، يعني اوتيلات ريستورون يعني كلشي كيتمشى، زائد ان الصالون كي تاو كيتمشى في البيع ديالو هي جديد، وحتى لوكازيون حتى لوكازيون كيتمشى فيه تاو، طبعا فيه واحد البارتي ديال لوكازيون، يعني بحال قلتي يعني لقاء اقتصادي تعارف، يعني شحال من حاجه الناس ديال يعني اللي عند اوتوموبيل اللي عندهم ثقافه ديال السيارات وكيبغيو هذا المجال طبعا تما تتلاقاو كيتبادلوا الافكار ديالهم، يعني للاسف الشديد للاسف الشديد تلغى. ولكن السيارة يعني بحال قلتي يعني الشركات باقيين كيلوحوا يعني داك الشيء ديالهم اونلاين، يعني بحال قلتي اي طوموبيل خرجت جديده او اي عروض كانوا غيديروهم في الصالون ولا كيديروهم اونلاين، خصوصا دخلتوا للسيت ديال موتور بوان ام ار كتلقى فيه الجميع بحال قلتي اخر البروموسيون واخر داك الشيء اللي كانوا نورمالمون غادي يكونوا في يعني في الصالون، وكذلك حتى لي تيست درايف بحال كمثال في السيت ديال موتور بوان ام ار كاين في واحد البارتيه انك الا دخلتي كمثال يعني للرونو او لا اوبيل او لا نيسان ولا فورد كتكليكي كتعمر هذاك التيبيان وكتعمر انك دير تيست درايف، ويقدر ذاك يعني الطوموبيل تجي حتى لعندك يا في الدار يا تجي عندك الخدمه على حسب البلاصه فين عمرتي والتوقيت اللي درتي معاهم، وطبعا غيتصلوا بك وتفاهموا ديك الساعات وغادي يجي حتى لعندك ودير تيست درايف ديال الطوموبيل وتشوف واش عجبتك او لا. يعني هذا الشيء هذا اللي بحال قلتي يعني جميل جدا، وراه ماشي اول مره كيطرى، وي ها كما كنشوفوا هنايا يعني اللي كما تيبان بحال كمثال اوبيل او لا لي مارك، وكتعمر هذا الفيرميلير هذه اللي كيبان لك فيها كل شيء، كتعمر طبعا المدينه ديالك والايميل السميه والتليفون ديالك طبعا اللي رقم صحيح، وديك الساعه غادي يتواصلوا معك هما وغادي يتاكد بانه دير وي لي مارك ها هما هنايا باش تشوفوا يعني لي مارك اللي معروفين بحال اوبيل ميتسوبيشي، وطبعا راه كيتغيروا الرونو على حسب كل بروموسيون كاين او لا، يعني كل ماركه دايره لي تيست درايف ديالها. هذا تقريبا اللي نقدر نقول يعني بحال قلتي يعني للاسف الشديد يعني هذا الصالون هذا اللي كنتسناه انا شخصيا انني نمشي ليه انا وليكيب ديال موتور بو ايما، انا نمشي ليه ونحضره ونشوفوا يعني كيفاش الجديد تمايا للاسف الشديد، وحتى الصالون ديال جنيف للاسف اللي كان الايكيب ديال موتور بو ايما غيمشي ليه في سويسرا، ولكن للاسف الشديد حتى هو تلغى وما بقيناش يعني قادر انا نمشي ليه، يعني حتى هذا اللي كيشكل يعني بحال قلتي كينقص بحال قلتي في المجال ديالنا حنا، يعني بحال المعلومات وبحال قلتي التبادل والاخر الاخبار
هذا اللي كيخلي شويه بحال قلتي نقص، ولكن مع ذلك يعني بحال قلتي اي جميع السيارات تقريبا دابا داروا اونلاين، ولكن واحد الطريقه باش داروها بحال قلتي كثروا بزاف شويه، ولات المعلومه شويه صعيبه انك تلقاها بالضبط وشنو بغيتي وشنو ما بغيتيش، تيولي صعيب شويه. كنتمناو انه ما يتاجلش حتى العام الجاي، كنتمناو انه يكون مؤجل فقط غير مورا الصيف هكا، ويكون الصالون توت سويت لهنايا فعلا كنتسناو، كاين ماركات اخرين كيبانوا تما اللي واعرين. هذا اللي نقدر نقول على هذا الموضوع هذا. كنتمنى انكم نعاود نذكر عاوتاني انكم ديروا لايك وتبارطاجيو اللايف الماكسيموم، وديروا سبسكرايب طبعا لاشين ديالنا في موتور بوايما في يوتيوب، باش يوصل الماكسيموم ديال الناس طبعا، وطرحوا الاسئله ديالكم يعني كما بغيتوا ان شاء الله في المجال ديال السيارات. السؤال الاول عندنا السي عادل، شي خبر على فورد فوكس ولا كوكا موديلات جداد فوقاش غادي يدخلوا؟ فورد فوكس جديده يعني فورد فوكس 4، للاسف الشديد ما كاين حتى شي معلومات حاليا لا على فورد فوكس لا كوكا. كوكا ما باقي ما بحال قلتي ما عرفناش فوكس خرجت شحال هذا، كوكا يلاه بانت يلاه بدات تبان اصلا في الاوروب، يعني بحال قلتي ماشي شي موديل اللي غنعرفوا واش تمنعت ولا ما تمنعتش. يعني فوكس حاليا حتى هي باقي ما كاينش حتى شي خبر عليها، يعني ما نقدرش نقول لك شي حاجه، يعني حتى فاش تسولهم حتى هما ما عارفينش يعني اللي كاينين هنايا، فقط هادشي اللي نقدر نقول. رغم ان فوكس جديده صراحه طوموبيل رائعه جدا وكبيره واسعه وحسن من القديمه بألف درجه، على جميع الناس اللي جربوها وحتى في الفورم كيشكروها بزاف، ولكن للاسف. سؤال اخر عاوتاني سيمو، السلام عليكم، سولتكم المره اللي دازت على فيات فيورينو الخدمه والعائله باش تنصحوني بخصوص سياره عائليه تجاريه بين 7 و 8 مليون. سياره عائليه والتجاره بالنسبه ل 7 8 مليون احسن طوموبيل ممكن تاخذ هي الداسيا دوكار، بالنسبه لي انا احسن طوموبيل لان الكونفور ديالها هي تقريبا بحال لوغان، يعني في كانت خاويه وتسوقها للعائله دايره بحال لوغان، ما كاينش شي تاثير كبير في يعني بحال قلتي على الطريق شاده في الطريق، يعني بحال لوغان تقريبا وتسانديرو، يعني زوينه، وزائد انها كتحمل الثقل وليسباس البياس رخيص ايكونوميك، يعني كاين الناس اللي كيهزوا على الثقل ديال بصح وكيقولوا بانها ايكونوميك على اللي دوزوا كمثال لمارك الاخرين اللي تا هما يعني بحال نفس الشكل، يعني بحال رونو كونغو كادي دوبلو، قالوا بان الدوكر اقتصاديه عليهم بزاف وكتهز تقريبا نفس داكشي اللي كيهزوا هما، يعني من غير طبعا الدوبلو الكبيره كاع ولا الكونغو الكبيره كاع عاوتاني كتهز اكثر. هي مزيانه ولكن المشكل ما غاديش تلقاها في الثمن هذا ديال 7 ولا 8 مليون، لان هما هذوك غاليين هذوك تقريبا، ممكن مازال تلقى كونغو ايفوليسيون 8 مليون، ولكن ما كنظنش تلقى شي حاجه اللي بحال قلتي صحيحه او لا يعني نقيه، حيت هادو كيبغي حيت بغيت العائله والخدمه يعني راه خصك شي حاجه نقيه، وب 8 مليون راه تجيب الدوكر نقيه وزوينه وما تاخذهاش في اللون الابيض، لان اللون الابيض ما مطلوبش بزاف، اغلبيه تيتصحابوه ديال لوكاسيون او ديال الشركات، لان اغلبيه الشركات كياخذوا في الابيض، تيكون في البيع ديالو ثقيل وحتى يكون حتى في الثمن ديالو طايح، وحاول انك تاخذها كذلك تكون فيها كليما وداك الشيء، باش هذاك الشيء كيساعد على انها تشد الثمن ديالها في السوق، ماشي تقول زعما صافي راهي ديال الخدمه وهذه انا ما عندي ما ندير بالكليما ولا ما عندي ما ندير بالايكرون ولا شي حاجه، لا حاول تاخذها ديما توبسيون، لان كاين من بعد تقدر ما تستعملها انت وتبغي تبيعها تبيعها لشي واحد اللي بغاها يعني عائليه 100%، طبعا غادي يبغي الكليما غادي يبغي الايكرون فيها الجي بي اس غادي يبغي شحال من حاجه ديال لي زوبسيون يعني اللي فيهم همايا. هذا تقريبا بالنسبه للداسيا دوكير، ممكن حتى تاخذ حتى الكونغو يعني رونو كونغو 2008 2009 حتى 2010 حتى هي صراحه زوينه، حتى الا لقيتي شي حاجه نقيه حتى هما كيشدوا الثمن، خصوصا الا لقيتي شي حاجه فيها الكليما حتى هي كيشدوا الثمن زوين، ولكن انا كنفضل شخصيا الداسيا دوكير عليهم لانها ديزاين وحتى الطريقه باش مطلوبه في السوق كبير بزاف. شوف سؤال اخر، سيوسف باسات سي سي تنصحني بها، واش بالنسبه لباسات سي سي تنصحني بها، واش تنصحك باسات سي سي؟ وي كنصحك باسات سي سي، باسات سي سي طوموبيل اللي زوينه بزاف، غير هو انا شخصيا كنفضل انك لو تاخذ الفيرسيون بحال باسات سي سي تاخذ شي حاجه تكون ديوانه وتكون فيرسيون 170 شوفو او 184 شوفو على حسب شوف باسات سي سي الاول الموديل الاول ولا الموديل الثاني، يعني واش جينيراسيون الاولى ولا جينيراسيون الثانيه، هذوك هما اللي تمشيو في السوق بزاف وهما اللي ممتعين صراحه اكثر وشادين في الطريق اكثر، وحتى لي زوبسيون اللي فيهم احسن بزاف يعني بحال قلتي كتستحق يعني انها، وصراحه باسات سي سي طوموبيل اللي سبورتيف المهم بين قوسين الشكل ديالها سبورتيف في القياده ديالها خصوصا في 170 170 شوفوا او لا حتى في 184 نوعا ما رياضيه، حيت عاوتاني كاين في الثمن ديالها الطوموبيلات الرياضيين يعني سبورتيف اكثر. سي اسماعيل اوبل كورسا 2014 سيلفو بلي، اوبل كورسا 2014 هي في ليسانس ماشي فيابل،
بزاف يعني بحال قلتي فيها بعض المشاكل، الناس لقاو فيها بعض المشاكل في الماضي 2014 2015 2013. في المازوت مزيانه، المازوت غير توكل يعني راه مزيانه. تنظن من 2016 واقيلا ما بقاش المازوت كاع ولا بقى فيها ليسانس، ولكن المهم فيرسيون ديال المازوت ديالها زوينه بزاف، فيرسيون ديال ليسانس عيانه ما عدا جيت هاد الاخرانيين هادو دابا راه زوينين بزاف. هادو كيخرجوا دوبل في دبايا راه رائعين بزاف، حتى في الديزاين ديالهم حتى في القياده ديالها ممتعه بزاف. يعني طوموبيل صراحه اللي زوينه. المهم تنقصد ديما خصوصا الديزل ليسانس 2014 بحال تفضل انا كتحاشى بحال سير 208 ولا سير الفيستا او كليو الا كان ممكن. كنعاود نذكركم ونعاود نفكركم طبعا انكم ديروا لايك لاباج ديالنا وديروا لايك لهاد اللايف وتبارطاجيوه لو ماكسيموم باش الناس كاملين تا هما يستافدوا ويحطوا تا هما الاسئله ديالهم ونستافدوا جميعا. وما تنساوش عاوتاني ديروا صابوني لاشين ديالنا وطبعا تنقروا على الجرس باش توصلكم اخر نوتيفيكاسيون ديالنا. يعني حطينا شي فيديو يعني يا لايف يا فيديو ديال شي حاجه من داكشي اللي كنديروا حنا هنايا في موتور بايما طبعا توصلكم بسرعه. ننتقل للسؤال الاخر. سي سفيان اودي كيو 7 2008 كيو 7 2008 طبعا انا نهضر على المازوت فيرسيون مازوت لان فيرسيون ايسانس ديالها ما كنفضلهمش لانهم ثقال بزاف، ماشي في البيع ولا شي حاجه بحال كتقفل في السرعه ديالهم وداك الشيء ما كيعبروش على الاودي. في الديزل حسن 3.0 تي دي اي موتور واعر بزاف يا 205 2008 كاين 225 كاين واحد الفيرسيون 225 ولكن اغلبيه 240 240 شوفوا هما اللي واعرين بزاف لي زوبسيون كلشي واعر. ولكن اودي كيوسات طبعا ما مطلوباش في السوق نهائيا، البيع ديالها ثقيل بزاف مقارنه كما تبع التوارك ولا الاكس 5 ولا المرسيدس ام ال ثقيل بزاف. علاش؟ لانها كبيره عاوتاني اكثر من القياس، فيها 6 بلاصه هذا هو لافونتاج ديالها. المهم الاشياء اللي زوينه فيها كتخليها انها تكون ثقيله في البيع. للاسف يعني بزاف الناس ما كيقلبوش على بحال قلت لي 6 بلاصه بالضبط، الحجم الكبير، البياس شويه غالي مقارنه بالكونكيرونس ديالها، فقط هادشي اللي كيخليها. الكونسوماسيون خاص ما نهضروش عليها 11% تقريبا حتى قلت 9.5 11 هذا هو اللي غتلقى يعني قليل فين تهبط عليها. ما عادش ديت لوطوروت وما فتيش ديك 100 120، وكاش 100 110 تقدر تهبط لك ديك 7 6.5، ولكن من غير داكشي عول ديما 9 11. سؤال اخر ديال السي خالد. السلام عليكم خويا بخير، شي نصيحه على هيونداي توكسون 4x4. هيونداي توكسون 4x4 طبعا فيها 8 شوفوات، كاين واحد الفيرسيون واقيلا فيها 6 كاين واحد الفيرسيون فيها 6 وكاين فيرسيون فيها 8 شوفوات. المهم جوجهم صراحه واعرين طبعا اكتقاد على 8 شوفو 184 شوفو على طوموبيل رائعه بزاف وزوينه في القياده ديالها بداك خصوصا بداك الموتور. 1.6 ديالها او يعني 6 شوفو ديالها راه طبعا زوين بزاف سيرتو في المدينه. يعني الا كنتي كدير لافيل بزاف قليله فين كتسافر او كتسافر غير مره واحده في العام راه كافيك وقاضي الغرض، واخا تهز الثقل واخا دير اللي بغيتي واخا تزيد كاع دوك البارطوا وتعمر فوقها يعني كوفر داك اللي تيكون فوق السطح وتثقل عليها مزيان ماشي مشكل تمشي فيك ما بغيتي. والسيستم ديال 4x4 ديالها حتى هو راه فعال نوعا ما، يعني بحال قلتي ما تغرقش في شي بلاصه اللي خايبه بحال الرمله ولا شي حاجه تزعم عليها شويه قاصحه، ولكن بحال قلتي بيست عاديه ما غيس عادي حجر راه دوز منه ما كاينش مشكل. طبعا الكونفور طوب ما نهضرش على الكونفور لانه واعر بزاف. سوا خديتيها جديد سوا خديتيها اوكازيون راه مزيانه. سؤال عندنا من يوتيوب سي هشام. السلام سي حسام، الى عندك 10 شنو ممكن تجيب بها؟ انا بغيت نعرف شنو ممكن تاخذ بها انت. وشكرا. اش ناخذ بها انا 10 المليون؟ فنقول لك ما عرفتش انا. المهم تنقلب ديما على فواتير سبورتيف واخا قاصحين شويه عليا يعني بحال قلتي في الماده وداك الشيء، ولكن ما كرهتش كما تنشري الطوموبيل يعني بحال قلتي اللي ممكن نتمتع بها الماكسيموم بوسيبل واخا ما غاتستعملهاش يوميا. بحالاش كمثال؟ بحال كمثال ممكن ناخذ بحال دابا الطوموبيل اللي ما كرهتش ناخذ هي بي ام دبليو 335 اي او لا الاودي اس 5، ولكن الاودي اس 5 خاص ما نقدرش نجيبها ب 10 المليون، ولكن 335 اي ممكن نجيبها ب 10 المليون. طوموبيل كوب هي 92 كوب وطوموبيل واعره بزاف. كتعجبني علاش؟ لان عندها قابليه التعديل اصلا هي ستوندار، طوموبيل رائعه بزاف وسبورتيف. نشوفوا الا جينا شي حاجه معقوله شويه يعني بحال قلتي بحال كمثال بغيت شي حاجه اللي نسوقها يوميا وداك الشيء ب 10 المليون كنظن غناخذ غولف 6 هي الطوموبيل اللي غناخذها. نقلب على شي حاجه تكون ديوانه وبحال قلت نقلب نقلب تلقاها بداك الثمن. المهم غولف 6 هو داك الثمن بالنسبه لي انا احسن طوموبيل. سواء غتاخذها 1.6 ولا 2.0 في الغالب 10 المليون غتجيب لك 2.0 ما غتجيب لك شي حاجه 1.6.
جولف 6 كتعجبني بزاف، طوموبيل واعره، الكونفور فيها وفيها الحس ديال سبورتيف حتى هو زوين. هذو تقريبا الطوموبيلات اللي ممكن ناخذ يعني شخصيا بعشرات المليون، حيت ما محتاجش شي حاجه كبيره، وفي نفس الوقت ما تنبغيش دوك الطوموبيلات الصغار بزاف بحال ايديس ولا 206 ولا بحال هادو، ما كيعجبونيش بزاف. سؤال اخر عاوتاني من يوتيوب، ام سي كورولا اس هايبرد فوتر افي. كورولا اس طوموبيل لحد الان بينات الجداره ديالها انها طوموبيل واعره بزاف، اقتصاديه بالنسبه لليسانس، طبعا ماشي غتكون ما تكونش احسن من المازوت، لان للاسف الشديد باقي الثمن ديال الليسانس غالي، وحتى لو كونسوماسيون ديالو طالعه شويه اللي كتخليه بحال اللي قلتي واخا يكون ناقص بزاف، بحال كميتها كتاكل 5 ولا 4% كتبقى ديما غاليه على الطوموبيل المازوت، ودابا اغلبيه المازوت اللي كاين دابا كياكل حتى هو 4%، كاين اللي كياكل 3.8 كاع، المهم اغلبيه ما بين المازوت وما بين 4 حتى 5، يعني بحال اللي قلتي بحال 50 درهم ولا شي حاجه بحال هكا، كلها كاع 40 درهم يعني كافيك ضرب 100 كيلومتر بحال دابا. هي تقريبا الناس اللي دابا اللي كيسوقوها هنا كيقول كتاكل لهم ما بين 55 درهم حتى 70 درهم، ف 70 درهم بحال قلتي في المدينه يعني في الزحام بزاف بحال كازا هنا، خصوصا الناس ديال كازا، وما تبقى طرب الواعره فيها بل ما تخافش من السيستم هايبرد ديالها، يعني لا يخسر ولا شي حاجه، راه ماشي شي تكنولوجيا اللي جديده بالنسبه لتويوتا، لان تويوتا راه من 2003 هي كتطور في هذاك السيستم، يعني بحال قلتي راه عندها واحد الخبره كبيره فيه، خصوصا انها باعت فيه بزاف، يعني ماشي غير عاوتاني كان عندها 2003 ماشي معناه انه راه واعر، ولكن عدد يعني المبيعات ديالها والنجاح ديالهم هو الدليل انه راه داير، والناس قلال في لي فوروم لا في المغرب لا في اوروبا لا في امريكا قليل اللي كيتشكى من شي حاجه بحال قلتي عندها علاقه بالسيستم هايبرد، يعني ما كيكونش حاجه بحال قلتي سوء الاستعمال ديالو هويا او لا سوء الحظ ديالو مع شي حاجه اخرى فقط، يعني بحال قلتي ما كيطيحش اون بان شحال من حاجه يعني ما كطلعش. والموتور طبعا ديال التويوتا راه معروف راه تخي 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 فيابل، وحتى الصحه ديالها صحيحه، وزائد ان الديزاين ديالها واعر، يعني ملي كتشوفها راه كتبان واعره، وكتبان دوك الطوموبيلات اللي الديزاين ديالهم يبقى ديما شاد بحال قلتي ديك الشبابيه ديالو، ما يعني واحد 10 سنين 20 عام غتبقى ديما تتبان انها طوموبيل جديده. سؤال اخر، السي ايمن بولو اس دي اي موديل 2017، اس دي اي 2017 كايناش اس دي اي 2017، واش ديوانا 2017 بولو اس دي اي، نقول تي دي اي كتب تي دي اي وكتب اس دي اي، حيت اس دي اي تكنولوجيا قديمه بزاف ما بقاش كديرها الفولكس فاجن دابا تقريبا، واش اخر وقيله مره دارتها 2004 ولا 2003 على ما اعتقد، المهم ما بقيتش عاقل بالضبط، ولكن المهم بحال هكاك يعني التكنولوجيا ما بقاتش دابا غدا. 2017 وي وي الجينيراسيون ديال 2017 هي هادي، هادي خاص الجولف ديال الاير البولو، ودي ماشي الجولف البولو الاخرانيه كاع هي هادي، ماشي مثلا المهم دابا اس دي اي تخربقني بها عرفتش كاع قصد تي دي اي ولا سميتو، ولكن المهم هو ان فوكسان بولو 2017 مازوت طوموبيل واعره بزاف، واخا 3 سلندر كيخلعوا منها بعض الميكانيك يقول لك لا حكا راه ما كتقدش، ولكن فعلا هي الا كنتي كتسوقها بزاف برا لا فيل وكتهز عليها الثقل بزاف وكثر من 5 بلاص راه بحال قلتي كاين واحد تكون واحد التاثير في الكونسوماسيون وتاثير مع المده، بحال قلتي كضرب واحد 40000 ولا 50000 كيلومتر كتلقى الموتور بدا تيبدا يعيا، ولكن الموتور 1.6 واعر، الا كنتي باغي موتور 1.6 ما لقيتيش في بولو سيل سيات اي بيزا راه واعره بزاف، فيها موتور 1.6 موجود وموتور رائع جدا في هذيك الطوموبيل، يعني بحال قلتي الروعه ديالته ولات اكثر، يعني صراحه ممتعه في القياده تخي فيابل ايكونوميك. عندنا سؤال اخر، والي ولا سي والي اسمح لي المهم الاسماء ما تعرفش نقولهم بزاف، نيسان كاشكاي 2020 واش فيابل واخا فيها غير 110؟ شوفوا وي نيسان كاشكاي لحد الان انها تخي فيابل، يعني ما كاينش فيها مشاكل بزاف، ما كاين فيها حتى شي حاجه يعني بحال قلتي اللي يعني معروفه خايبه ولا يوم فقط شريها غطيح فيها ولا شي حاجه بحال السخونيه بحال الموتور كيتكولا ولا شي بروبليم ديال الالكتريك ولا شي حاجه، لا كلشي يعني مخيره عند الناس كلشي راضيين عليها تماما، وهي اكثر مبيعا في اوروبا والنجاحا يعني تقريبا حتى في العالم كامل، وحتى في المغرب عندنا هنا راه تقريبا هي اكثر مبيعا يعني من غير داسيا دوستر تقريبا هي اللي محطمها. فقط واش 110 كافيها وفيتالي، علاش؟ حيت البوا ديالها ما ثقيلش بزاف، و110 شوفوا في المازوت راه ماشي بحال 110 شوفوا في ليسانس، حيت المازوت فيه نيوتن متر بزاف، يعني الكوبل ديالو كبير بزاف اللي كيقدر انه يحرك ديك الطوموبيل، حيت في الطوموبيل فاش كتحرك ما كتحركش ب 110 كتحرك بالكوبل، 110 كتجي من بعد يعني تتوصل واحد النوع من الار بي ام واحد سميتو عاد كيديروا كذا النيوتن متر والكوبل هو اللي كيحركك من يعني بحال قلتي في الطريق، وهذاك كبير يعني واخا تثقل عليه كتزيد، كتلقى الكميوات
او الريموت كتلقى فيه بحال قلتي الشوفوات قلاع بحال كتسمع الكميه تلقى فيها 210 شوفو، ولكن كتهز فوق الطوناج كبير بزاف. علاش؟ حيت كيفاش يعني تلقى فيه في نيوتن متر ديالو كبير كتلقى 1000 1500 2500 هذاك الشيء اللي كتخليهم يتحركوا، زائد البوطا فيتاس كيفاش مريقله كيفاش كتوصل ديك الطاقه للروايد باش تتحرك، يعني ما تسبقش 110 وتخلع. كنعاود نذكركم عاوتاني باش ديروا لايك وتبارطاجيو هذا اللايف الماكسيموم باش يوصل بزاف ديال الناس، وطبعا ديروا سبسكرايب لاشين ديالنا وديروا تنقروا على الجرس باش يوصلكم اخر يعني الجديد ديال موتور بو اي ما يوصلكم. طبعا ديروا لايك لاباج ديالنا. طبعا سؤال اخر عاوتاني من يوتيوب، ياسين السلام عافاك، اما احسن بين بوجو 308 ولا اوبيل استرا جديده؟ بوجو 308 اوبيل استرا جديده. صراحه طلبات بجوج زوينين، استرا شويه سبورتيف على بوجو، يعني على بوجو الا كنت باغي على سبورتيف، ولكن حتى 308 راه شاده في الطريق مزيان، الديزاين ديالها رائع. لافونتاج عاوتاني ديال 308 على اوبيل هو البياس شويه رخيص، بحال قلتي ما غاليش، والموتور تقريبا راه نفس الموتور اللي فيهم نفس التكنولوجي بالضبط، ما عرفتش نقول نفس الموتور، ان نفس التكنولوجي اللي كاينه في اوبيل هي اللي كاينه في 308. ما كتبش عليك، سير لا ميزون شوف، وبحال قلتي الكف هذه والكف هذه طلب تيست، دير تيست درايف ديالهم وجربهم وشوف شكون اللي عجبتك، انا ما غاديش تندم على اي وحده فيهم، ما غاديش تندم. بجوجهم تقريبا كيشدوا نفس الثمن، حتى في يعني من بعد البيع اللي هضرتي على البيع تقريبا كيشدوا نفس الثمن، من غير ان استرا شويه الثمن ديال البياس غالي واحد شويه، بحال قلتي واحد شويه اللي ماشي شي حاجه اللي كبيره بزاف. سؤال اخر عاوتاني من اليوتيوب، نزار ولا ام نزار، رايك في كيا سبورت فورد ايكو سبورت؟ وي فورد ايكو سبورت دبل في، فورد ايكو سبورت يعني فورد الصغير، الكات اصغر كات كات تقريبا عند فورد، واخا ماشي كات كات هي المهم اصغر اس يو في اللي هي هذه في الصوره. صراحه الطوموبيل زوينه فيابل، الشكل ديالها زوين شويه من اللور، انا ما شخصيا ما كتعجبنيش الشكل ديالها من اللور ماشي بزاف، ولكن القدام بالعكس كيعجبني، كتجي كتبان بحال شي طوموبيل كبيره بزاف، ويعني كتبان انا بحال قلتي بحال قلتي عندها واحد الحضور قوي يعني في الشارع، وهي ماشيه في المغرب مزيان اللي كنشوفها في الشارع ديما، البياس موجود لحد الان من تحت باقي ما تشكش منها، ما كانت شي مشاكل اللي معروفه عليها لا في يعني في المنتديات في المغرب ولا خارج المغرب. الموتور ديالها راه ماشي شي موتور يعني اللي جديد، يعني بحال قلتي يلاه غادي يبانوا فيه المشاكل، ديجا موتور مجرب وواعر. لي زوبسيون فيها زوينين، حتى لي كولور فيها زوينين بزاف، كنشوفوا بعض لي كولور اللي يعني بحال قلتي يعني خارجه على الالوان زوينه صراحه. يمكن لك 100%. سلام سي يوسف، قلت لي سلام سي يوسف. سكودا اوكتافيا دي اس 6 ستايل 2019 فوتر افي، طوموبيل الله يعمرها دار، واخا هي طوموبيل ماشي دار، المهم مزيانه بزاف، طوموبيل رائعه معروفه عند الناس، محبوبه ديال الجماهير بشكل كبير، خصوصا الناس ديال اكادير كيحماقوا على سكودا وكتشوفها بزاف تما، خصوصا حتى تشوفها هنا في الداخل كتلقى فيها ديما الماتريكيل ديال اكادير. البواط دي اس جي طبعا كتبغي العنايه بزاف، وكتبغي الفيدونج في الوقت، راه الفيدونج ضروري في الوقت، 60000 كيلومتر تقريبا الا شريتيها جديده، او 2019 يعني الا خديتيها اوكازيون وكانت واصله 60000 كيلومتر ضروري خصك دير فيدونج، ضروري كانت دايره قل 40000 ولا شي حاجه ما ديرش الفيدونج توصل لديك 60 تقريبا 55000 ودير فيدونج، لانها مع المده غادي تخسر لك، والبواط فيتاس راه غاليه بزاف في الدي اس جي، غاليه وغاليه بزاف كنعاود. وصراحه الشكل ديالها رائع بزاف، الكونفور ديالها واعر، وحتى الموتور ديالها مجهد 2.0 مي 43 شوفوا راه شي حاجه رائعه بزاف ممتعه حتى في القياده ديالها. صراحه نقدر نقول عليها يعني وصحيحه، حتى الماتيريال ديالها صحيحه مقارنه بزاف ديال الطوموبيلات، يعني اللي غاليين عليها في الثمن صحيح في يعني بحال النوع ديال البلاستيك والنوع ديال الماتيريال اللي مستعمل فيها صحيح بزاف. سؤال من توفيق، السلام عليكم، شكرا على هذا المجهود، شكرا لك. شي نصيحة على نيسان ميكرا؟ نيسان ميكرا هي نيسان ميكرا ورونو كليو 4، راه تقريبا نفس الطوموبيل، يعني نفس التكنولوجي نفس الماتيريال نفس كل شيء. طبعا اللي تا هي تخي فيابل، الديزاين ديالها رائع جدا كما تشوفوا معنا هنا، الديزاين ديالها زوين بزاف، خصوصا على ميكرا القديمة، الناس اللي يعرفوا شافوا الناس ديال ميكرا القديمة راه طبعا واحد القفزة يعني كبيرة بزاف، لا في الديزاين لا في الموتور لا في كل شيء. موتور طبعا 1.5 دي سي اي اللي معروف بزاف، بياس ديالو موجود ايكونوميك تخي 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 فيابل، ما
كاينش شي واحد اللي يقول فيه العيب. واحد الوقيته في الوقت الناس كيتشكاو منه، ولكن داكشي كلشي تمحى بالواقع. الواقع انه موتور رائع جدا. هادشي نقدر نقول لك، يعني الطوموبيل واعره وما غاديش تندم عليها، يعني توكل على الله، سواء في الجديد سواء في لوكازيون اللي بغيتيها خدها طبعا. ولا خديتيها في الجديد خدها طبعا، في شي الوان يكونوا واعرين فيها الوان بزاف. كنفضل كيعجبني الناس اللي كيمشيو بحال قلتي تتحداو الالوان العاديه. كنشوف شي طوموبيل دابا في الشارع، حتى الشركات دابا ولاو كيديروها، ولاو كيتحداو حتى هما، يعني كيديروا شي الوان اللي جديده بزاف اللي بحال قلتي خارجه على المألوف. سؤال اخر من السي فؤاد، 50 مليون اشمن 4 4 تاخذ جي ال سي 220 ولا اودي كيو 5 مرسيدس ولا اودي؟ صراحه اي وحده خديتها فيهم ما غاتمشيش غلط، يعني بحال هكا بجوجهم واعرين بجوج زوينين. انا شخصيا نقدر ناخذ جي ال سي 220، خصوصا الا لقيت كيفاش ندوز للجي ال سي كوب. يعني الكوب ديالها صراحه كتبان لي طوموبيل واعره بزاف في الديزاين، واعره في كل شيء، وحتى الداخل ديالها زوين بزاف، والتكنولوجي فيها طبعا واعره. حتى اودي صراحه فيها التكنولوجي واعرين بزاف. غير انا كنفضل بحال قلت لي الجي ال سي، ما عرفتش الديزاين شخصيا، هي الديزاين فقط اللي جاني واعر. اما الموتور وداك الشيء راه الجي ال 220 واعره، واودي كيو 5 واعره حتى هي. سي سميه ما باش تقرا لي بكر، سي بكر وي. جاكوار اكس اف 2017 واش مزيانه؟ جاكوار اكس اف وي، جاكوار اكس اف مازوت، مازوت واعره بزاف، تري فيابل، خصوصا من جهه الموتور، من جهه الالكترونيك. المهم كاين الناس اللي طراو لهم لقطات، ولكن داكشي قليل بزاف بحال قلتي، ماشي شي حاجه اللي معروفه وكبيره بحال شي طوموبيل معروف عليها انها كميتها كتسخون ولا معروف عليها كتخسر توجو. ولكن المهم كاين لقطات في الطوموبيل، يعني بحال قلتي الجاج كيطبلو كامرا مره، ليكرون كتبلونطا، كتعكس شي مره في الديماراج، يعني شي حاجه اللي كتصلح راسها براسها. بحال قلتي بحال قلتي كتمرضك فقط في ديك اللحظه، بحال كضرب باش ديماري ما كتبغيش ديماري، تخرج تتسد كتعاود تحل الطوموبيل، تعاود تسدها، تعاود تدخل، تعاود ديماري، كديماري. بحال هادشي كتقدروا مره مره، الجاج شي مره كيتعكس، بحال هاد المشاكل اللي كيلقاو الناس، يعني ما كاينش شي مشكل كبير لحد الان ما كاينش، يعني ولا معروف. وطوموبيل هي طوموبيل رياضيه 100%، يعني تقريبا راه بحال شي طوموبيل سبور، فري سبور دو بورت، ولكن غير عطاوك مع جبيبان اخرين وكفر كبير، يعني شاده في الطريق مزيان، كلشي هو هذاك واعر. صراحه كتعجبني انا الجاكوار اكس اف ولا الاكس او ديالها، تيعجبوني بزاف، حتى لا في الديزاين لا في القياده ديالتهم رائعه جدا. طبعا لي زوبسيون راه عامري. سي عبد الله، شي طوموبيل مازوت اقتصاديه ب 9 مليون الله يحفظك. مازوت اقتصاديه ب 9 مليون. المهم انا نعطيك بزاف ديال الاختيارات، وديك الساعات انت شوف اللي لقيتي فيهم القياره زوينه فيهم، يعني ما عطيتهمش لك بالترتيب، يعني هذه الواعره ولا عيانه، انما هادو كلهم مزيانين. بحال كمثال 9 مليون تويوتا كورولا ميلينيوم الا لقيتي سي شوفو، ولا رونو كليو، رونو ميغان 3، رونو كليو 4 الا بغيتي شي حاجه صغيره ديال المدينه، هيونداي ايرين 3 الا بغيتي حاجه كبيره عاوتاني بحال كورولا ولكن ما لقيتيش كورولا ميلينيوم. رونو فليونز حتى هي ما لقيتيش، في حاله ما لقيتش هادو رونو فليونز زوينه، بحال بغيتي ميغان ولكن بغيتي كوفر كبير وداك الشيء سباس، غتاخذ رونو فليونز. ممكن تاخذ عاوتاني داسيا سانديرو ستيب واي وتكون بريستيج، ممكن تلقاها بداك الثمن، الموديل طالع بزاف، وحتى الكيلومتراج ما تكونش ضاربه بزاف، تقدر تلقى شي حاجه ضاربه 25000 30000 بحال هكا، يعني راه باقا شاده في راسها، باقا تتبان جديده، بحال شي حاجه جديده. شنو اخر عاوتاني؟ هيونداي اكسنت حتى هي ممكن تلقى، غتلقى موديلات طايحين شويه ولكن زوينين، بحال تلقى 2014 2015 بزاف، طوموبيل رائعه كونفور واقتصاديه. شنو اخر عاوتاني ممكن تلقى عاوتاني؟ المهم بحال تقريبا هادو، المهم تقريبا هاد الاختيارات هادو راه مزيانين. سؤال اخر عاوتاني عندنا من يوتيوب، سي ميد، بغيت نسولك على حساب الفيتاس اللي كيطلب مثلا في سكودا اوردناتور دو بون. سؤال شي داير بالعربيه، بغيت نسولك على حساب الفيتاس اللي كيطلب مثلا سكودا في سكودا اوردناتور دو بون منك، واخا يلا وصلتي للسيزيام وكتافيك واخا توصل، يعني بحال سان كيام كيما كتطلب منك هي دير سيزيام واخا انت في 80. وي شكرا حسي حسام، كنستافد منك بزاف، شكرا لك. انا ما فهمتك، يعني بحال هكا هذوك الطوموبيلات اللي كيقول لك هما دوز الفيتاس دابا، يعني كيقول تعطيك واحد واحد اللون خضر تيقى يقول لك دوز دوز، ما كدوزش ديك الوقيته كيبقى تود الاحمر، يعني كيقول لك هذا كاين على قبل الكونسوماسيون، يعني بحال قلتي هو كيشوف
على ان كمثال بحال قلتي يعني هذاك لا فيتاس باش غادي وهذاك الار بي ام اللي كاين وهذوك الظروف فاش كاين انت راه ملائمه باش انا كدوز فيتاس باش تكون طوموبيل ايكونوميك وداكشي. ولكن كمثال هو ما كيفكر ما كيقولش عاوتاني انك راه باغي تجري اكثر او لا باغي تزيد. بحال كمثال دابا انت كنتي غادي بال 40 وبداخل كمثال في لوطوروت الدخله ديال لوطوروت كتدخل كمثال فداك فاش كيكون ملوي بحال هكا كتخصك تدخل ب 40 خصك تسوي توصل 120 باش تواكب السير ديال السيارات. ديك الساعات بحال قلتي ما غاديش توافق معاه واخا يقول لك هو في دوز سيزيام في 60 طبعا ما غاديش تدوزها في 80 ما غاديش تدوزها غتخلي السانكيام حتى لديك كمثال 100 110 عاد دوز ديك السيزيام كمثال. يعني بحال قلتي ما تخافش من داكشي يعني سوق عادي كانك كتسوق يعني كاي طوموبيل قبل منها يعني راه ما كاينش مشكل. داكشي هما غير ديال ليكونومي باش يكون طوموبيل ايكونوميك وتقتصد يعني يكون اقتصادي بزاف باش توصل لك المعايير اللي كيقولوا هما ديال الاقتصاد. ولكن طبعا راه كاين شي ظروف اللي ما كيلعبوش فيهم بحال كانت طلعه كمثال وداكشي طبعا درتي سيزيام 80 غتحس الطوموبيل كترعد وديك الساعه تاثر عليها سلبا اكثر ما غتستافد من الكونسوماسيون اللي ناقصه. كنعاود نفكركم عاوتاني باش انكم ديروا لايك وتبارطاجيو اللايف وماكسيموم بوسيبل وباش توصلوا زعما جميع الناس وانكم ديروا سابوني طبعا ولا سبسكرايبر لاشين ديالنا في يوتيوب ولا تنقروا على الجرس طبعا باش يوصلكم جميع اخر الفيديوهات ديالنا ولا اخر حاجه يعني درنا احنا في موتور بوائمه. سؤال اخر عاوتاني سي عماد من الافضل بي ام دبليو اكس 6 اكس 6 او رينج روفر ايفوك وشكرا. اكس 6 ولا الايفوك يعني طوموبيل كبيره بزاف وكوب ولا طوموبيل صغيره بزاف و سميتو ماشي بحال ماشي بحال بحال حيت دابا عاوتاني كمثال صعيب تقارن بيناتهم يعني حيت الاكسيس كبير فعلا طوموبيل كبيره بزاف يعني واخا ما كبيراش من الداخل يعني ديك الدرجه ولكن برا راه كبيره كتشد لي سباس كتشد كل شيء كيكون شويه صعيب انك تبلاصيها في جميع البلايص عكس ديال الايفوك لافونتاج ديالها هو انه تقدر تبلاصيها في اي بلاصه زائد ان الايفوك الوراق ديالها رخاص كونسوماسيون ديالها قل من الاكسيس. الاكسيس راه تقريبا كلهم 12 شوفو يعني غير المازوط راه فيهم اكثر من 12 شوفو يعني كلهم 6000 درهم او لا في ليسانس 8000 درهم في العام عكس الايفوك 1500 درهم. شنو نقول لك الا كنتي قاد على 12 شوفو من الاحسن تاخذ الاكسيس لان عطيني طوموبيل واعره بزاف كبيره بحال قلتي عندها واحد القيمه الاجتماعيه ديالها بوحدها اكثر من الايفوك وماشي شي حاجه اللي كثيره عاوتاني في الشارع بحال الايفوك. الايفوك عاوتاني واخا طوموبيل زوينه واعره ولكن فين ما مشيتي كتشوفها بحال هكذي كتفقد داك عكس كمثال اكسيس يعني شي طوموبيل اللي شاده يعني ديالها. ولا بغيتي شي حاجه طبعا اقتصاديه ولا كنتي غتكثري في المدينه بزاف صراحه صح هذاك تكثري في المدينه بزاف يعني بحال قلتي تقريبا 98% 99% ديال الوقت ديالك اللي وسط المدينه احسن تاخذ الايفوك. في الفيابيل بالنسبه للفيابيليتي الاكسيس احسن من ايفوك في الفيابيليتي. في ايفوك شويه حتى هي ماشي فيها بواحد الدرجه من غير هاد الجديده. هذه الجديده ما باقي حد انت هي ما كان عليها حتى شي خبر يعني انا واش هي فيها ولا ماشي فيها بلا حد يعني الناس كاع اللي عندهم كيشكروها وزوينه وما فيهاش حتى مشكل. الجينيراسيون القدم شويه شويه. سؤال اخر سي احمد الكونسوماسيون ولي بياس ديال بوجو 3008 موديل 2018 واش تنصحني ناخذها شكرا. الكونسوماسيون بوجو 3008 طوموبيل زوينه بزاف كونفور شاده في الطريق مزيان. الكونسوماسيون ديالها تقريبا على حساب يعني ما تيقولوا بعض الناس اللي داير. انا صراحه شخصيا ما جربتهاش باش نقول لك يعني الكونسوماسيون اكزاكت اللي يعني خديتها في المدينه او لا برا المدينه ولكن على حساب ما تيقولوا الناس في الفوريم او لا في يعني في المواقع ديال التواصل وهذا الشيء كيقولوا بان الكونسوماسيون ديالها كتكونسومي بين 6 حتى 7.5 وشي مرات كتطلع ل 8 في المدينه خاصه الا كان زحام بزاف لان الموتور كبير شويه يعني بين قوسين كبير يعني 2.0 150 شوفوا راه تقريبا هذيك الكونسوماسيون ديالو اغلبيه الطوموبيلات اللي فيهم 2.0 150 شوفور اغلبيه كيكونسومي بحال هكا كيكونسومي 7 6.5 يعني بحال هادشي اللي تعول عول على 6.5 في الميكست. بالنسبه للبي اس بي اس طبعا موجود وحتى دابا حتى ولا موجود حتى عند صحاب يعني في الكازيو ولا حتى عند صحاب يعني من غير لا ميزون. اما في لا ميزون طبعا راه موجود بزاف وانا صراحه كنصحك انك تاخذها ما تاخذش شي حاجه خاويه كاع خذ شي فيرسيون اليغ ولا لقيتي شي جي تي لاين يكون الافضل. سؤال اخر عاوتاني عندنا من يوتيوب سي امين العلوي السلام كيل سون لي كولور لي بلي دوموندي اي سي سي لا تي ايفيتي سور لو مارشي دي فواتور. وي يعني شنو هما الكولور اللي مطلوبين بزاف والكولورات اللي ما مطلوبينش عاوتاني بزاف. حنا بالنسبه لنا في المغرب بالنسبه للطوموبيلات يعني بحال قلتي العاديين بحال نقولوا كمثال بحال الجولف او لا باسات او يعني بحال هذه النوعيه هذه ديال الليكس شويه غاليين ما تيهمش شنو هو الكولور. في الغالب بحال قلتي وقت ما كان الطوموبيل لوكس كيكون كحل كيكون مطلوب اكثر او لا شي لون غامق.
ولكن بحال قلت الكولور ما كيهمش، ولكن في الطونوبات بحال كمثال ديال الاستعمال ديال التجاره او ديال هادو كيهم الكولور بزاف، بحال كمثال الطونوب بحال الكونغو الكادي الدوكير هادو كاملين في الغالب في الغالب تفادى اللون الابيض، لانه لون بحال قلتي ما كيبغيوش الناس بزاف، وحتى السماسريه ما كيبغيوش، وبحال قلتي اوتوماتيكمون اي حاجه ما كيبغيوش السماسريه السوق كيتمشى عليها، لان السماسريه هما اللي كيتحكموا في السوق خصوصا ديال الكازيو، حيت دابا واخا تشريها تاع دوبل في البيض يعني ما همكش يعني تحد ما غيأثر فيك انا كتشريها في دوبل في البيض ولا شي حاجه، ولكن ملي كتمشي باش تبغي تبيعها كتهبط في الثمن يظهر كمان الثمن كبير. كاين حتى كمثال بحال الداسيا لوغان حتى هي كتعاني كنظن من اللي كان الابيض، حيت كنسمع بزاف ديال الناس يعني اللي كيبيعوا ويشريوا وما تيبغيوش يشراوا بيضه، يعني كيتجنبوا منها وكيهربوا منها يعني شويه. المهم اللون الابيض اون جينيرال في المغرب اللون الابيض حساس، رغم انه كيما بزاف ديال الطوماط كيبان واعر بزاف، ولكن هو اللون اللي حساس بزاف عندنا في المغرب، اي لون اخر ما فيهش مشكل. سؤال اخر عطيني السي رشيد، موديل توارك، عفاك عطيني شي فكره على التوارك 2016 2015. توارك 2015 وي طوموبيل 4x4 واعره وكاوفري 4x4، يعني هي تقدر تمشي في البيس ديال بصح، تقدر تخرج بها فين ما بغيتي تمشي، يعني طوموبيل رائعه جدا صراحه شخصيا كتعجبني. اوبسيون فيها ايكرون كبيره فيها شحال من حاجه يعني بحال قلتي زوينه، انا كنفضل انك تاخذ شي فيرسيون اللي عامره شويه بحال بولمان ولا شي حاجه بحال هكا تكون يعني زوينه، كيكون فيها البولات الليد في القدام، كيكون كالندر كرومي كامل، البولات الليد من اللور، يكون كراسه كوير بحال هكا، بحال الا خديتي بحال هذه كتشد شويه الثمن ديالها، هذيك الاخرى اللي فيها لا كراسه لا كوير واقيلا واحد الوقيته كان 36 و 22 تقريبا، يعني الا لقيتي شي وحده عامره تكون المهم هي في الكونسومسيون ديالها احسن من التوارك القديمه، لان التوارك القديمه كان فيها بوطا فيتاس عاديه، كان الموتور باقي التكنولوجيا قديمه، هذه بوطا فيتاس ديالها جديده فيها 8 الفيتاسات صراحه ايكونوميك، خصوصا سقتيها بشويه وما بحال قلتي ما الا كتجري في الاس ام، الا خليتها في الاس ام ما كتجريش راه تكون كونسومسيون عاديه. مليون تويوتا فولكس فاجن اوبيل، والله انا كتاخذ كميتها ب 25 وكان كميتها تاخذ شي حاجه بحال اوبيل جروند لاند اكس، الطوموبيل زوينه بزاف 4x4 تشد الثمن ديال السوق غتلقاها بزوبسيون زوينين، هذا بالنسبه لاوبيل. بالنسبه لفولكس فاجن الا بغيت تاخذ شي حاجه تاخذها من الافضل تاخذ اوكازيون تي بحال تيغوان، فولكس فاجن تيغوان تكون شي حاجه ديواني تكون زوينه. بالنسبه لتويوتا، تويوتا راف 4 طوموبيل زوينه بزاف رائعه 4x4، هذا بالنسبه ل 4x4 علاش ذكرت لك بالضبط لي 4x4؟ لان هما اللي كيشدوا الثمن ديالهم في السوق وما غاديش تضيع فيهم، يعني تقدر تشريها دابا كمثال تضرب بها واحد 6 شهور تبغي تبيعها ما غاتمشيش منها بزاف ديال الفلوس، بينما الطوموبيلات الصغار شويه كتمشي منهم الفلوس حيت حاليا المارشي كله كيتوجه ل 4x4، من بعد اللي غيتوجه لشي حاجه اخرى ديك الساعات راه غادي يولي بحال قلتي تيمشيو للسيدان وهذا. كاين اوبيل استرا صراحه طوموبيل واعره بزاف الا بغيتي شي حاجه صغيره ولا زوينه. سؤال اخر عندنا من يوتيوب، سي سلمان فوتخ افي اوبيل استرا موديل 2010 كونسوماسيون او بري اي ميرسي بوكو. اوبيل استرا 2010 اوبيل استرا 2010 الكونسوماسيون ديالها تقريبا 5.5% ميكست، ما بين 5-5.5 بحال هكا تاكل يعني عوّل عليك 5 بحال هكا يعني اغلبية الاوقات، تمشي للمدينة بحال هكا بحال كازا او مراكش او شي مدينة كبيرة عوّل عليك 6-6.5 تقريبا بحال هكا في الكونسوماسيون ديالها. بالنسبة للفيابيليتي مزيانة موديل 2010 تخي فيابل زوين، ماشي بحال 2011 2012 فيهم شوية المشاكل. بالنسبة لسميتو شنو اخر عاوتاني بالنسبه للثمن، سولتني على الثمن، الثمن بحال كامل 9 مليون 10 حتى 10 ونص تجيب لك شي حاجه زوينه اولا 11 مليون، هذا كنهضر على الجينيراسيون يعني ديال الاسترا الجديده ماشي استرا اش، استرا اش نظن هي الجينيراسيون القديمه حتى هي كانت في 2009 2010. سؤال اخر سي لطفي، كياسيد 2016 سي ار دي اي توبسيون 136 شوفو. كيا سيد وهيونداي اي 30 راه نفس الطوموبيل ما تفرقوش بيناتهم، غير كيا سيد كتهتم شويه بالجانب ديال يعني متعه القياده وكيفاش شاده في الطريق كثار وهذا، بينما هيونداي حتى هي عندها شاده في الطريق مزيان وكل شيء، ولكن بحال قلتي كتمشي جهه الكونفور جهه بحال قلتي ماتيريال لوكس، يعني كتفكر انها بحال وهيونداي عاوتاني كتفكر انها تنافس عاوتاني بحال قلتي لي مارك ديال فولكس فاجن، بينما كيا كتفكر انها تنافس كمثال بحال فورد فوكس بحال مازدا بحال هادو، لانه بحال قلتي فورد فوكس ومازدا كيمشيو جهه سبورتيف، فولكس فاجن وهيونداي وبحال سكودا كاميتا كيمشيو جهه الطوموبيلات اللي كونفور يعني كيقلبوا على الكونفور بالضبط. كما قلنا انا هيونداي اي 30 اوتوماتيكمون تخي فيابل، يعني كيا تاهي تخي فيابل، وفعلا راه يعني بحال قلتي الناس اللي شراوها والناس اللي خداوها لا في المغرب لا برا المغرب حتى حد ما كيتشكى منها، كلشي واعرين
غير انت خصك دير كلشي طبعا في الوقت، يعني انت تهلا ماشي تسمع تخيفيابل ولا شي حاجه بحال هكا وتبقى غادي ودير الزيت اللي جاب الله وكلشي. يعني ضروري خصك تهلا في الطوموبيل ديالك باش حتى هي تهلا فيك حتى، يعني ما حدك تهلا فيها دابا ما حدا كتصبرك لقدام، ما حدا غادي بحال قلتي يعني تمشي معاك وداكشي. كنتمنى اني نكون جاوبت على الماكسيموم ديال الاسئله اللي كاينين، والناس اللي ما جاوبتش عليهم طبعا يمشيو للفوروم ديال الموتور بوا ايما وغادي نجاوب عليهم تما، وكاين اكسبير فرين تما تما غادي يعاونوكم ويجاوبوكم على جميع الاسئله ديالكم كما كانت متعلقه في عالم السيارات. كنتمنى تكونوا بخير والى اللقاء.